تشيرز. مش حاسس ان في حاجه غلط؟ هو مهيبة فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في ايه؟ في واحدة اسمها رولا ماتت اوفر دوز. اسمه كين. ايوه جوزها اسمه كين. بينا رجال. Thank you.
واحدة بس من فضلك. طب ساعديني، طب ساعديني حاجة بسيطة قوي. الله أنا زي ماما. طب بالراحة بس لو سمحت. طيب أهو بالراحة على ما ثانية. خلاص أهو زي الفل. خلصنا. يلا قومي البسي هدومك. ابو هبه بنتك زي الفل ما فيهاش اي حاجه اطمن شويه كدمات بس ربنا سترك يا ابو هيبه كشف الغمه وبرد قلبك واعر قوي اليوم ده خلاص عمتك لساها بيضه ربنا سترك ابو هيبه نتعشى مع بعض بقى بدل ما اتعشى من زكية وقرفها على فكرة بقى أمك هي اللي عاملة الأكل ده وانتي عارفة بقى أكل غنيمة ماركة مسجلة متعبيش نفسك يا أمينة أنا مش عايزة أكل يعني إيه؟ لا فطار ولا غدا ولا عشاء ماليش نفس صافي أنا مش هقولك عديها وطلعي من اللي انت فيه ده بقى بس الحمد لله ربنا سترها كان ممكن يحصل لأكتر من كده فكيها بقى يا صافي انت عاوزه الست اللي تحت دي تفرح فينا خلاص يا امينه خلاص من فضلك اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره يا امينه ايوه يا امي بس انا كنت جايه عشان بنتي اطلعي بره اللي يهديكي سيبيني مع اختك شويه اطلعي خدي بنت البنات مالك يا كلب امك مالك ضعيف كده ليه امال وقته امتى شو وقتك كده ده هو ده يا غشيم وقته امال وقته امتى البت دلوقتي مرعوشه كفايه اللي جرالها ما جراش حاجه الدكتور طمنا الوردة مالت يا ماهر الوردة على الشجر يا ام عطيه محدش لمسها وماله براحتك بس هو ده وقته تروح تخطبها من ابوها وصدقني هيديهالك ونخلص بقى امك اذرى منينا بالمسائل دي بقول لك يا ماهر اسمع كلام اخوك عطيه مره واحده وصدقني مش هتندم
انت هتروح طوالي على صفاء، هي دلوقت مدروخة، هو ده وقت الصيد يا معلم. بنت عمك دلوقت عاوزة اللي يواسيها، تظهر انت بقى كلمة حلوة من هنا على كلمة حلوة من هنا، لف عليها هم يومين وصدقني هتلاقيها زي العجينة في يدك. صدقني دي خطة مضمونة. أنا لا هروح أطلبها من عمي ولا هروح ألف عليها، أنا بحبها ما عويش أستغلها ولا أستغل ضعفها. صفاء في أزمة وما همسكهاش من يدها اللي وجعاها ولو هموت عليها. طول عمره حمار، لا طلع لعطية ولا الخلف، يبقى طلع لأبوه. أيوة يا أخويا، على رأيك بذمتك يا أبوه، لو أنت في الموقف ده كنت عملت إيه؟ علي الطلاق كنت خليت أبوها هو اللي يطلب يدي. عطية. إيه يا أم عطية، أنا عملت اللي علي خلاص، اتجوزت وخلفت، الضرب في الميت حرام يا أم عطية حرام. لم نفسك شوية يا عطية بدل البت ما تطفش منك. ها؟ بت مين يا أم عطية؟ يا عطية خليك متداري بدل أبو هبة ما يبص عليك، لو أمينة راحت اشتكت له